ازيكم يا مواليد برج العذراء، يا رب تكونوا بخير. انا مريم بعمل فيديوهات عن توقعات الابراج. توقعات برج العذراء ليوم الجمعه 31 ديسمبر كانون الاول 2021، وده اخر يوم في السنه، ويا رب السنه الجايه تبقى سنه خير علينا كلنا. بالنسبة لك النهاردة عندك يوم محظوظ جدا مع مجموعات سماوية ممتازة النهاردة. من الصعب انك ما تكونش عايز انك تدي نفسك للاخرين، حتى قول كل انك عليك انك تفعل ده بطريقة محسوبة النهاردة. من المحتمل انه يستفيد منك الاخرين كتير جدا النهاردة. حاول انك تتجنب المواجهات لانها ممكن تؤدي الى خلافات طويلة الامد، وده اخر شيء انت بتحتاجه النهاردة يا عذراء. ممكن تكون سريع الانفعال وصبرك نفذ، لكنك اليوم في ظل العمليات العبور الحالية في دورة المياه الوقت الآن للتصعيد وإظهار أنك مهتم أكتر بشريكك حتى لو كنت حاليا في علاقة تانية. بالنسبة ليك ما تدعش الخوف من الخسارة يكون أكبر من إثارة الفوز. توقعات العشرية الأولى مواليد 23 أغسطس ل 3 سبتمبر. حتى لو جاء النجاح بطريقة طبيعية في العمل، يجب أنك تستمر في الاحتفاظ بسلامك الداخلي وأسلوبك المتواضع. بهذه الطريقة هتستطيع أنك تحتفظ بصداقات العمل. توقعات العشرية الثانية مواليد 4 سبتمبر ل 13 سبتمبر. أنت ناجح في العمل حتى لو لم يلاحظ أحد ده أو يظهر عليك التقدير، هيفيدك أنك تظل مستعدا علشان تساعد وتدعم الآخرين. توقعات العشرية الثالثة مواليد 14 سبتمبر ل 22 سبتمبر. انت اليوم هتشعر بإحساس رائع جدا، وصحتك هتكون جيدة، وهتشعر بالثقة، فانت في المقدمة في العمل، ويمكنك أخيرا انك تبدأ في تطبيق أفكارك الجديدة. حياتك الخاصة مستمرة في الازدهار، استغل الوقت لمحاولة اكتشاف فرص جديدة. بالنسبة لحركة الكواكب اليوم، بيصطف القمر مع المريخ في القوس، ده بيشير إلى بعض الاندفاعات النهاردة، وبيصحي فينا الجانب الرغبة العاطفية، وبيحفز الشعور بالإلحاح، ويمكن أن ينتج عنه شبه مربع مع عطارد إلى المريخ بعض التوتر اللي بيغذي دافعنا علشان نجري تغيير في حياتنا. بيمكننا أننا نبتكر أفكار وردود فعل سريعة، لكن يمكن أن نكون متوترين وخفيفين قليلا تحت تأثير هذا القلق. إذا سمحنا لأنفسنا بالخضوع للضغط لإنجاز الأمور بسرعة، ممكن تعمل في ظل ظروف مرهقة أو محمومة. إنها ليست وسيلة عبور مثالية للصبر والاستمتاع إلى بعض الوقت. هيشجع القمر في القوس طول اليوم تفاؤلنا ومثاليتنا. هتتجه الشمس نحو كوكب أورانوس، ده بيعزز التغيرات وبيحفزنا على احتضان الجديد، وممكن تظهر فرصة فريدة أو غير تقليدية. النهج الأصلي للحياة جذاب وبيعمل لصالحنا، ويمكن للعبور ده أنه يفصلنا بما يكفي علشان يمضي بينا قدما بطريقة ما. ممكن نقوم ببعض الاكتشافات المثيرة النهاردة، ورغبتنا في تحمل ده في بعض المخاطر الإبداعية والتجربة ممكن تكون مفتاح النجاح النهاردة. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.